بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك سيموليشن توتوريال الخاص بماده القيمات اليمنت اناليسيس باستخدام احد البرامج، واحنا شغالين على برنامج السوليد وورك. النهارده في التمرين بتاعنا هنبدا نشتغل على حاجه اسمها الكيرفد بيم، ودي يعتبر من الحاجات المهمه جدا في الجزء الخاص بستريس اناليسيس، وعايزين نبدا نحسب البندنج ستريس والديفورميشن في الشكل اللي قدامنا. ادي عندنا هنا كيرف بيم مدينا نص القطر، بس بالنسبه لقيمه الار مدينا ب 65، وقال لي ان الكروس سكشن بتاعي عباره عن مربع ابعاده 30 في 30 ملم. ده بالنسبه لي لو احنا خدنا قطاع كده، والمودرس اوف الاسيست بتاعنا كانت عباره عن 210 جيجا باسكال، وال قيمه اللود قال لك انت عندك هنا ان الكيرف بيم بتاعتك عباره عن ثلاث ارباع دايره او ثلاث ارباع اسطوانه او ثلاث ارباع للشكل. الكيرف مش كامل، مش جسم مش كامل، متثبت من جزء. ده يعتبر المكان بتاع الفيكسد، وده مكان التثبيت، وده مكان الحمل. وقال لك ان اللود هنا عندك قيمته ب 6 كيلو نيوتن. التمرين ده هتلاقيه في المرجع اللي قدامنا، نقدر نرجع له ونبدا نشوف التفاصيل بتاعته باستخدام المعادلات الرياضيه. بالنسبه لنا احنا عايزين نحسب الاستريس ونحسب الديفورميشن، ونبدا نحسب معامل امان. هنا في المرجع بدا يحسب قيمه الديفورميشن، طلع له قيمه الديفورميشن قيمتها ب 1 و1 من 10 او 12 ملم، ده قيمه الديفورميشن. بالنسبه لنا عايزين نروح نحسب بقى مين الاستريس والديفورميشن ومعامل امان. معامل امان بيساوي القيمه السيجما يلد على سيجما بي. تعال بقى نشوف واحنا ازاي هنبدا نرسم شكل الموديل بتاعنا الخاص بكيرف بيم. بالنسبه لنا الكلام ده ممكن نعمله في حاله ال 3 دي 3 دي اليمنت، وعايزين نطبق المره دي موضوع ال 2 دي. ازاي نبدا نعمل ال 2 دي، وهل نقدر نعمل حاجه اسمها ال 1 دي برضه ولا لا؟ يبقى انت عندك قدامك ثلاث طرق نقدر نحسب منهم التمرين بتاعنا ده، او نقدر نحل منه التمرين. هنشتغل على 2 دي و 3 دي. لو قدرنا نعمل 1 دي يبقى عملنا ثلاث افكار وحللنا مساله بثلاث افكار مختلفين. تعال نروح للبرنامج عشان ما نضيعش وقت ونطبق الكلام ده. بالنسبه لي ابدا افتح بار واعمل اول حاجه الكروس سيكشن بالنسبه لي او الشكل اللي قدامي، اعمل مستوى، وبعد ما اختار المستوى اختار الامر بتاع الدايره، واعمل دايره بالنسبه لي الار بالنسبه لي القطر الداخلي والقطر الخارجي. كان عندي القطر الخارجي قيمته كام؟ كانت عندي المسافه من هنا لغايه هنا قيمتها الار اللي هي عباره عن ال 65، ازود عليها بقى نص الكروس سكشن، يبقى انت عندك هنا 65، وتزود عليها اللي هي قيمتها 15، يبقى انت عندك هنا القطر الخارجي 80. وبالنسبه لي القطر الداخلي هيكون عبارة عن كام؟ هيكون عبارة عن ال50. أبدأ أعمل لاين عشان أما أجي أقطع الجسم بتاعي هعمل لاين في الاتجاه ده، وهعمل لاين في الاتجاه التاني. تعال نقطع بقى الكلام ده بأمر تريم، نشيل الزيادات، كل الكلام ده انا مش محتاجه، تمام جدا. وتعالى بقى نعمل اكسترود بالمسافه بتاعتنا او السكنس بتاعنا اللي هو عباره عن ال 30. انا عارف ان الكروس سكشن بتاعي عباره عن 30 في 30، ده شكل الكيرف بيم بالنسبه لنا او شكل الرينج اللي قدامنا. عايزين نعمل بس تشيك على النتائج، او عايزين نشوف الابعاد بس بتاعتنا.
احنا عندنا هنا الار كانت 65 مش القطر. تعال نحسب بقى، احنا حسبنا على ان ده القطر كله. لا تعال نعدل بقى في النتائج بتاعتنا دي. يبقى احنا عندنا هنا الار بتاعتنا ب 65، يبقى الكلام ده عباره عن ال 80 دي تكون عباره عن 160، وال 50 دي تكون عباره عن ال 100. تعالى بقى نشوف شكل الموديل بتاعنا. احنا كده بس احنا كنا شغالين على الار كده، تمام. بقى بالنسبه لي الشكل ده عباره عن مربع 30 في 30، ده كده رسم الرنج بالنسبه لنا، او رسم الكيرف دي. ده كده الخطوه الاولانيه بالنسبه لشكل الموديل. تعالى بقى نروح للسيموليشن ونبدا نختار الاستاتيك. بس المره دي هشتغل المساله بتاعتك ك2 دي، تمام. احدد ال2 دي، افهم البرنامج اللي انا شغال على النوع من النوع اليمنت اللي هو عباره عن 2 دي. اختار بقى البلين ستريس، بلين سترين اكسيومتريك بالنسبه لي في الحاله بتاعتي كافي جدا موضوع برين ستريس. واختار الجسم بتاعي او اختار المستوى بتاعي واقول له الستيكنس بتاعتي عباره عن 30، ويبقى كده الجسم فهم او البرنامج فهم اللي انا شغال على 2 دي، وده شكل الجسم بتاعي. تعال نعرف بقى اول حاجه الوحدات. نختار حاجه ستيل بس يكون المودرس بريسيست بتاعها ب 200 عشان نشتغل في نفس طبقا للمعادلات، او نفس هو مكان معوض بقيمه المودرس بريسيست ب 200. ماشي، نختار ستيل A36 ونعمل عليها ابلاي ونشوف اليلد ستريس بتاعها ب 250. ماشي تمام، بالنسبه لنا كافي جدا. تعالى بقى نعمل التثبيت. التثبيت نرجع للمساله بتاعتنا، تثبيت من الجزء ده. يبقى الايدج دي هي دي الفيكسد، والحمل اللي عندي عباره عن فورس، والفورس على الايدج دي بس اعكس الاتجاه بتاعها. ماشي تمام، والقيمه بتاعتها 6 كيلو. يبقى اعمل 6 في 10 اس 3 واعمل جنريت للمش. يبقى انا كده عملت الخطوات بتاعتي كلها. نعمل بقى كريت للمش. بالنسبه لي اسيبها زي ما هي لحد ما اشوف الشكل. المش بالنسبه لي شكل كويس، مش وحش، شغال بالمش الخاص بالترايب. تعالى نشوف بقى بعد كده هنبدا نعمل جنريت ونبدا نعمل سولف وعشان نبدا نشوف شكل النتائج بتاعتنا. بالنسبه لي ادي النتائج تطلع بقى في صوره فون ميسيس وديسبلسمنت وسترين. ستريس طلع لي ب 212 ونص ميجا باسكال، والسترين طلع لي ب 1.279. تعال نشوف كده للبرنامج او المعادلات، 1.127 يبقى ممتاز جدا. يعني هنا طلع 1.12، هنا طلع 1.27، هنا النتائج قريبه جدا من الحل باستخدام المعادلات. تعال نعمل انيميت. تمام، عاوز اشوف الشكل بتاعي. اظهر شكل 3 دي بالنسبه لي، انا شغال ك2 دي بس اظهر الشكل ك3 دي. تمام بالنسبه لي كده. يبقى احنا كده عملنا كذا حاجه، منها حلينا المساله بتاعتنا باستخدام ال 2 دي element بدل نستخدمها ك3 دي، وقدرنا نطلع نتائج. تعال بقى نشوف قيمه معامل الامان بالمره. يبقى انت عندك هنا الفاكتور اوف سيفتي، ونختار معامل الامان باستخدام نظريه فون ميسيس. طلع معامل الامان ب 1 و2. ده كده الخطوات الاولانيه بالنسبه للتمرين بتاعنا. تعال بقى نسيب بقى المساله بتاعتنا دي وخلاص. تعال نرجع تاني للمساله بتاعتنا الاصليه او شكل الكاد. ده شكل الكاد بتاعنا. هنعمل بقى سولف مره تانيه بس على سيموليشن خاص بال 3 دي، مش هنعلم على 2 دي، لا هنشتغل كانها مساله جديده. ونختار الماتيريال، خلينا شغالين بنفس الماتيريال الخاصه بال A36، ونعمل ابلاي ونعمل كلوز. وهنعمل بقى تثبيت المره دي مش على الايدج، لا المره دي هيكون على الفيس او على السطح اللي قدامنا ده، ونعمل ابلاي.
والحمل او اللود هيكون على السطح ده. تعال نختار بقى الاكسترنال لود قيمه الفورس، والفورس بتاعتنا هتكون عباره عن 6 في 10 اس 3 اتجاه اللود. نغير الاتجاه، خليه ايوه تمام بالنسبه لنا كده. ونعمل بقى، تعال نشوف بقى شكل المش، نعمل كريت للمش، تسيب المش زي ما هو ما نغيرش فيه. تقدر تعدل انت بقى فيه وتشوف انت لو عاوز تغير فيه شكل المش بالنسبه لك. ده شكل المش بالنسبه لنا، شكل مش مرضي جدا بالنسبه لنا، او انا احنا عارفين ان هيبدا يطلع لنا نتائج مش بطاله، هيطلع لنا نتائج كويسه جدا. تعالى نعمل بقى كرييت للرن، او نعمل بقى حل للمساله بتاعتنا. حل المساله بتاعتنا طلعت ب 213 الاستريس، كانت تقريبا ب 212 او ب 200 حاجه و20 اللي احنا كنا حلنا بيه 2 دي. تعال نشوف بقى قيمه الاستاله دي اللي احنا بنقارن ما بينها، او دي اللي احنا بنشوفها مع الحل باستخدام المعادلات، او ده اللي بنحكم بقى على الشغل بتاعنا. هنا قيمه الاستاله طالعه ب 1 علامه 2 7، والمعادلات كانت طالعه 1 علامه 12. ده كويس جدا بالنسبه لنا، تقريبا نفس الناتج بالاستاله ب 2 دي و 3 دي. اقدر اظهر اعمل بقى انيميت، ممتاز جدا بالنسبه للحل بتاعنا. تعال نشوف شكل المعامل امان. معامل امان دي استخدام نظريه فون ميس، تقريبا نفس القيمه 1 و2، مفيش اي تغيير بالنسبه لنا. بكده احنا حلينا المساله بتاعتنا بطريقتين، طريقه ال 2 دي كاليمنت وك 3 دي كاليمنت. تعال نرجع بقى للموديل. ونعمل او نرسم بقى موديل جديد، هنحاول نعملها ك 1 دي. ونفكر ازاي نبدا نعملها بال 1 دي. هنقول ان احنا عندنا نرسم مستوى، ونختار بقى امر دايره، ونقول له الابعاد بتاعت الدايره كانت عبارة عن 65 في 2 عبارة عن 130. أخدنا اللاين بتاعنا اللي في النص أو قيمة الآر اللي هي 65، شيل الزيادات بتاعتي بالنسبة لي، اترسم كأنه لاين. تعال بقى نعرف بقى اللاين ده لكروس سكشن. نروح للمديول الخاص ب الويلدمنت، تعال نعمل علامة صح هنا، ونروح بقى للويلدمنت نقول له عايزين نشتغل على كروس سكشن معين. هنعرف له ان الكروس سكشن بالنسبة لنا هنسيبها زي ما هي، وهنختار الكروس سكشن ده ونعمل علامه صح. طبعا هو علم لي الكروس سكشن عباره عن بايب. تعالى بقى احنا عايزين نعمل هنا ايه، تعديل للكروس سكشن. نعمل اديت ونعمل لوك ات، ده شكل الكروس سكشن. احنا مش عايزين، احنا عايزين نشتغل على الكروس سكشن عباره عن ايه، عباره عن مربع. يبقى نمسح بقى الكلام ده كله ونعمل مربع، خليه بقى مربع، او نختار بقى دايره، او نختار مستطيل المركز بتاعه من المنتصف، ونبدا نحط الابعاد 30 في 30. بنعمل علامه صح، ونبدا نعمل علامه صح كمان عشان نفهم ان الجسم بتاعنا ده الشكل بتاعه. تمام، بقى ده شكل الكروس سكشن. خلاص خلصنا الخطوه دي. تعال نرجع بقى لايه، السيموليشن، ونروح نعمل العمليه الاستاتيك. وانا شغال على الاستاتيك ما علمش على 2 دي، لا انا شغال بقى المره دي على ال 1 دي عن طريق الويلدمنت.
تلقائي فهم ان الكلام ده جوينت، خلاص يبقى بالنسبه لي اروح اعمل تثبيت من الجوينت واحط الفورس بتاعتي من النود دي او من الجوينت، اعلم على الجوينت واقول له عند الجوينت دي، واختار المستوى بتاع السطح بتاعها ده، واختار عمودي واعكس الاتجاه بتاع اللود، وعندي هنا 6 في 10 اس 3 بقى ده شكل اللود بتاعي. تعال نحط بقى الماتيريال. بالنسبه للماتيريال نختار نفس الماتيريال اللي احنا شغالين بيها، ونعمل ابلاي وبعدين كلوز، وبكده يبقى احنا عملنا كل حاجه. الماتيريال عرفنا الباوندري كونديشن سواء تثبيت او سواء كاحمال. تعال نعمل كرييت للمش، وانا عارف انا شغال على ال 1 دي، هيعمل كرييت للمش في الصوره اللي قدامنا دي، مفيش اي مشكله، واعمل رن للمساله بتاعتي. تعال نشوف بقى شكل النتائج. طلع لي هنا قيمه النتائج ب او الاسترس ب 179 تقريبا، الثاني كان طالب 212 نتيجه تاثير لعمليه المشنج. تعال بقى نشوف قيمه الاصطاله. شايفين بقى قيمه الاصطاله طالعه بكام؟ بواحد علامه 126، والحل الثيوريتيكال طلع بواحد علامه 127 او 1.12، وده طلع 1.12. يبقى انت هنا في الحاله دي ال 1 دي طلع لك النتيجه بتاعتك او نسبه الايرور بتاعتك، مفيش نسبه للايرور. وفي حاله ال 2 دي و 3 دي طلع لك النتائج بس كانت قريبه مش بعيده، كانت طلع لنا ب 1.27، وهنا انما طلع لنا في حاله ال 1 دي ب 1.12، وده بيقول لك ان في حاله ال 1 دي بيطلع لك نتائج نفس النتائج باستخدام المعادلات الرياضيه. يبقى احنا هنا اتعلمنا كذا حاجه، اتعلمنا ازاي نعمل 1 دي، وازاي نعمل بقى ك 2 دي و 3 دي element. ادي ال 2 دي وده شكل ال 3 دي، وده كده احنا اتعلمنا كذا فكره من الافكار، وازاي نطبق بقى في التمرين بتاعنا، وعرفنا ازاي نبدا نوصل او نبني الموديل بتاعنا صوره الكاد، حولناه لل 1 دي، وبعدين حسبنا منه قيمه الديفليكشن، وبعدين رسمنا نفس الكاد بتاعنا بس استخدمنا ال 2 دي كاليمنت، وبعدين رحنا رسمنا البرنامج او رسمنا الكاد بتاعنا في حاله ال 3 دي، وطلعنا بقى قيم الاسترس. قدرنا نحسب قيمه الاسترس، قيمه الديفورميشن في حاله ال 1 دي طلعت لنا ب 1 علامه 1.12، وفي حاله ال 2 دي طلعت لنا ب قيمه 1 علامه 27، وفي حاله ال 3 دي تقريبا نفس القيمه او ب 26. فالنتائج بالنسبه لنا لو احنا قارناها بقى بالحل الثيوريتيكال اللي هي طالعه هنا ب 1 علامه 1.12، هنا نسبه ايرور مفيش، هنا 1 علامه 1.12، يعني الكلام ده لو احنا بقى حسبنا نسبه الايرور ما بين الاثنين نقدر نحسبها. تقدر تحسب بقى نتيجة الايرور بتاعك، هتلاقي النتيجة قريبة جدا بالنسبة للحل ما بين هنا 1.2 وهنا 1 وهنا 1.1 وهنا 1.2، فالنتائج قريبة جدا ومسموح بها بالنسبة لنا. وبكده يبقى احنا خلصنا التمرين بتاع النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في تمارين أخرى.